مثل رجل كان والعياذ بالله يستعين بالمال على معصية الله، يشتري به المسكرات، يذهب إلى البلاد يزني والعياذ بالله ويسكر، فأصيب بفقر افتقر، وقال الله اللهم إني تبت إليك، وهو كاذب، يقول تبت إليك، ولكن هو بنيته أنه إذا عادت الأمور إلى مجاريها الأولى فعل فعله الأول. فهذه توبة عاجز، هذه تبت أم لم تتب؟ لا، لست بقادر. لأنه يوجد بعض الناس يصاب بفقر يقول خلاص تركت الذنوب، لكن في قلبه يحدث قلبه أنه لو عاد إليه ما افتقده لعاد إلى المعصية مرة ثانية، فهذا توبته غير مقبولة، لأنها توبة عاجز، وتوبة العاجز لا تنفعه.